بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. هذه الآية الكريمة هي خاتمة سورة الإسراء. ختم الله بها جل وعلا هذه السورة كما ختم التوراة بهذه الخاتمة. فالتوراة كتاب موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. وقد افتتح الله التوراة بأول سورة الأنعام في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وختمها بهذه الآية الكريمة في قوله: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وهذه الآية الكريمة فيها رد على اليهود والنصارى ومشرك العرب، رد على اليهود حيث قالوا عزير ابن الله، ورد على النصارى حيث قالت عيسى ابن مريم ابن الله، ورد على مشرك العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهو جل وعلا واحد أحد فرد صمد، لا ولد له ولا والد، ولا يشبه بأحد من خلقه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لا حاجة له إلى الولد، بخلاف ابن آدم، فالآدمي بحاجة إلى الولد، فالآدمي الذي يولد له أفضل وأحب إلى الله ممن لا يولد له،
وكل مخلوق يحب ذلك لنفسه، فالله جل وعلا غني عن خلقه والخلق مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فهو غني عن الشركاء سبحانه وتعالى، لا حاجة له فيهم، ولم يكن له ولي من الذل. الولاية تكون للذل، الذليل يحتاج إلى أن يكون له ولي عند حاجته إلى المناصرة والمساعدة، وهذا في حق الآدمي. وأما الله جل وعلا فهو غني عن ذلك، ولهذا قال جل وعلا: ولم يكن له ولي من الذل. أما الولاية التي هي المحبة، فالله يحب أولياءه المطيعين له، الله جل وعلا يحب الصالحين ويواليهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال النووي قال مجاهد رحمه الله: المعنى لم يحالف أحدا ولا يبتغي نصر أحد، أي لم يكن له ناصر يجيره من الذل فيكون مدافعا عنه. وقال الكلبي: لم يكن له ولي من اليهود ولا النصارى، لأنهم أذل الناس. وهذا رد عليهم بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، فالله لا ولي له ولا ود له ولا ولد له سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا، كبر ربك جل وعلا، فهو أكبر شيء في الوجود سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى ولي يناصره ولا يدافع عنه. يقول: أبلغ العرب، أي عظمة، وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما تاما. وقال: أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال، الله أكبر. فلو أن هناك كلمة أعظم من قوله الله أكبر لجعلها الله فاتحة للصلاة، فالله أكبر يفتتح بها الصلاة. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة، وأكثرهم جنودا، فلا أحد أكثر من الله جندا، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة قال: الله أكبر. وقد تقدم أول الكتاب هذا الكلام، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. أن يقول العبد الله أكبر معتقدا معناها، هذا خير له من الدنيا وما اشتملت عليه.
وجاء في الحديث أن هذه الآية هي آية العز. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، وهذه هي آية العز، يعني تدل على عزة الله جل وعلا وكبريائه وعظمته، فهي آية العز. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفصح الطفل الغلام الصغير بدأ يتكلم، علمه بهذه الآية. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذر وكبره تكبيرا. وإذا قرأ المسلم هذه الآية كتب الله له من الأجر مثل الأرض والجبال، لأن الله قل قال تعالى: فمن يزعم أن له ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا شكا إليه بالدين أن يقول: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن إلى آخر السورة، ثم يقول: توكلت على الحي الذي لا يموت ثلاث مرات. فيسحب للمرء إذا شكا من كثرة الدين عليه أن يقرأ هذه الآية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ويقول: توكلت على الحي الذي لا يموت ثلاث مرات. فإذا قال ذلك خفف الله عنه دينه أو قضاه عنه. فحري بنا أيها الإخوة أن نقرأ هذه الآيات باستمرار، نرجو بذلك فضل الله ونعمل زيادة الحسنات وكتابة الثواب الجزيل للعبد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم اقرأ. وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لما أثبت الله تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فنسبة الولد إلى الله نقيصة في حق ربنا جل وعلا، وإن كانت حسنة بالنسبة للمخلوق، فأسماء الله وصفاته توقيفية لا تثبت بالاستحسان. فإثبات الولد للمخلوق حسن، لكن إثبات الولد للخالق جل وعلا استنقاص له.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له، ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يحالف أحدا ولم يبتغ نصر أحد. وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. آخر تفسير سورة الإسراء. نعم. ولله الحمد والمنة. هذه الآية خاتمة سورة الإسراء، ويليها سورة الكهف. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بذلك. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه كثيرا ما تأتيكم بالتفسير والحديث، فمن هو هذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ من هو؟ عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه. يقول عن عمرو بن شعيب، عمرو أبوه شعيب ولم يروي عنه، أبوه شعيب ولم يروي عنه، عن أبيه عن أبي شعيب محمد، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب. فعمرو ما روى عن أبيه، وإنما شعيب روى عن أبيه، وأبوه روى عن جده رضي الله عنهم ورحمهم، وهم أولاد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه. يقول السائل: اعتاد الناس في بلدنا على قول إن الله لم يره أحد، إنما عرف بالعقل، فما حكم ذلك؟ هذا صحيح، فالله جل وعلا لم يره أحد من عباده من الخلق، من بني آدم لم يره. فموسى عليه السلام لما طلب من ربه أن يراه قال: لن ترأناني، ما تستطيع رؤيتي في حال الدنيا، وأما في الآخرة فالله جل وعلا يراه المؤمنون ويتلذذون برؤيته. ما شيء من نعيم الآخرة أحب إليهم من رؤية الله تبارك وتعالى. فالرؤية في الدنيا لا تتأتى للعباد، لأن العبد لا يستطيع رؤية الله جل وعلا. فهذا موسى كليم الرحمن قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ما تستطيع رؤيتي، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل، ما استطاع الجبل أن يصمد أمام الله جل وعلا. فعند ذلك خر موسى صعقا، صعقا من ماذا؟ من رؤية الله؟ لا، ما رأى الله، وإنما صعقا
من اندكاك الجبل. صر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يمكن أن يراك أحد في الدنيا. يقول السائل: هل صلاة الفرض في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ وهل صلاة النافلة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ الصلاة أي صلاة هي تعتبر بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام؟ إذا صلاها في المسجد الحرام كانت بمئة ألف صلاة، سواء كانت الصلاة هذه نافلة أو فريضة، نافلة أو فريضة، فأجرها مضاعف بمئة ألف صلاة. لكن لو كان على المسلم عدد من الصلوات ما صلاها فجاء وصلى صلاة في المسجد الحرام، هل يقال إنها تكفيه عن مئة ألف صلاة لم يصلها؟ لا يا أخي، ما تكفي، وإنما الأجر والثواب إذا حضر المسلم الصلاة في المسجد الحرام فهي بمئة ألف صلاة ثوابها، وكذا النافلة فالصلاة مضاعفة، ولا يقال إنه تكفي عن مئة ألف صلاة أو عن عشر صلوات أو عن مئة صلاة أو عن ألف صلاة. يقول السائل: هل الفوائد التي في البنوك الإسلامية حلال؟ وما حكم شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية؟ أما الفوائد التي تدفعها الشركات أو البنوك، إن كانت هذه الفوائد نتيجة عمل وكسب واشتغال فهي حلال، أما إن كانت نتيجة ربوية تدفعها ربا فهي حرام. فمثلا إذا أعطيت مالك للبنك، البنك لا يخلو، إن كان ربوي يقول لك نعطيك بالألف ألف ومائة، ألف وخمسين ريال فائدة، ولا دخل لك في العمل، هذا لا يجوز وحرام، وهذا فائدة الربا وهو حرام، وحرمته أشد من كل محرم. أما إذا قال لك البنك أعطنا ما عندك من دراهم نشتغل بها لنا ولك، فما قسم الله من ربح فلك منه 50%، ولنا 50%، هذا صحيح، وهذا تجارة وبضاعة ويجوز. فرق بين أن يقال لك 50 ولنا 50 من الربح، والخسارة عليك والربح بيننا وبينك، هذا جائز. أما أن يقال نعطيك 10 أو 20 أو 50% من الربح، نعطيك كذا وكذا من الربح، 50 ريال بالمئة أو 100 ريال بالمئتين، وهكذا أعطوك شيئا مقررا مفهوما معلوما، فهذا لا يجوز، لأنهم اشتغلوا بدراهمك وإنما بضعوها وسلموها ربا. أما شهادات الاستثمار فهذه لا أعرفها ولا أدري منها شيء. يقول السائل: حججت هذا العام وأنا أسكن مكة، وخرجت إلى جدة،
ولم أطف طواف الوداع ورجعت في نفس اليوم، فهل علي شيء؟ لا يا أخي ليس عليك شيء، ما دمت لم تطف طواف الوداع، لأن طوافك طواف الوداع للحج أو العمرة، وأنت ما حججت ولا اعتمرت، وإنما ساكن في مكة، فخرجت لغرض من الأغراض، ثم رجوعك في نفس اليوم لا يوجب عليك طواف وداع لو حججت أو اعتمرت. يقول السائل: لقد نذرت لله ببناء مسجد إذا بلغت رأس مال معين منه تقريبا 20 سنة، لكن ما بلغت ذلك رأس المال، وتكلفت ببناء مسجد زادت، فما هو الحل؟ أولا لا يجب عليك بناء المسجد هذا الذي نذرته حتى يبلغ رأس مالك هذا الحد الذي حددته. إذا قلت إذا كان بلغ رأس مالي 100,000 فأنا أبني مسجد، ما بلغ رأس مالك 100,000 فما يلزمك بناء المسجد، وما بنيته تطوعا تؤجر عليه إن شاء الله. يقول السائل: كيف يكون الأخذ على يد الظالم إن كان الظالم حاكما؟ ما بيدك من أمر شيء، تأخذ على يد الظالم إذا استطعت، أما إذا كان الحاكم هو الظالم فلا يستطيع أحد أن يأخذ على يده، وإنما الأخذ في قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، هذا نصره إذا كان ظالما، فكيف أنصره إذا كان مظلوما؟ قال: تكفه إذا كان ظالما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تكفه عن ظلمه. إذا استطعت أن تناصر المظلوم فتمنع الظلم عنه، وإذا استطعت أن تنصر الظالم فتكفه عن الظلم، وإذا لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول السائل: هل الصلاة في الفندق أو المساجد القريبة من الحرم تعادل 100,000 صلاة؟ وهل يمكن تحديد حدود المسجد الحرام؟ الصلاة في الفندق إذا كانت نافلة فنعم، لأنه يجوز للمسلم أن يصلي النافلة في أي مكان، وأما الفريضة فيجب على المسلم أن يصليها مع الجماعة في المساجد، وإذا صلى الجمعة أو أي صلاة في أي مسجد داخل حدود الحرم فصلاته مضاعفة إن شاء الله، علما أن المراد بالمسجد الحرام مختلف فيه عند العلماء. بعض العلماء يقول: صلاة في مسجدي هذا تعادل 100,000 صلاة فيما سواه. يقول: إذا صلاها داخل الكعبة فهي بهذا العدد. الثاني قالوا: صلاة في المسجد الحرام، المسجد الذي يشترط فيه أن يصلي فيه، الصلاة في داخل المسجد الحرام. القول الثالث أن المراد بالمسجد الحرام مساجد مكة إذا كانت داخل بنيان مكة. القول الرابع ولعله الأرجح إن شاء الله هو الصلاة داخل حدود الحرم، يعني الصلاة في منى وفي مزدلفة وفي غيرها وفي البطحاء وغيرها
كلها تعتبر مضاعفة لأنها داخل حدود الحرم. فالمسألة فيها أقوال عدة، لكن لعل أرجحها إن شاء الله وأقربها إلى الدليل الصلاة داخل حدود الحرم. يقول السائل: كيف الجمع بين عدم تحكيم شرع الله بين الآيات الثلاث الكافرون الفاسقون الظالمون؟ هذه لا خلاف فيها ولا تنازع فيها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، هم الكافرون، هم الفاسقون. هذه يفسرها ابن عباس رضي الله عنهما بظلم دون ظلم، وكفر دون كفر، وفسق دون فسق. فالصلاة الحكم بغير ما أنزل الله لا يخلو. إن كان يرى أن حكم غير الله أعدل وأصوب وهو الصحيح فهذا كفر بواح مخرج من الملة. أما إذا كان يرى أن الكفر حكم بغير ما أنزل الله دون الحكم بما أنزل الله، لكنه مضطر للحكم بهذا لأن الوالي يأمره بذلك أو نحو ذلك، فهذا كفر دون كفر وفسق دون فسق، ولا يعتبر كفرا خروجا من الملة، وإنما هو فسق. الثالث: إذا حكم بغير ما أنزل الله بناء على عدم إدراكه حكم الله فله أجر واحد ولا كفر ولا فسق. إذا عجز عن معرفة حكم الله فله أجر واحد وليس عليه فسق ولا كفر. وإن حكم بما أنزل الله جل وعلا فهو فله أجران. فيؤخذ من هذا أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من ثلاثة أحكام: إما أنه كافر خارج من الملة الحاكم بغير ما أنزل الله، أو أنه ليس بخارج من الملة ولا كافر وإنما يعتبر فسقا. الثالث: أنه لا يعتبر فسقا ولا كفرا وإنما هو قلة أجر حيث اجتهد ولم يصب الثواب. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أصابها برص؟ خلص. هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أصابها برص وهو خائف من أن يتعدى إليه هذا البرص؟ يجوز له أن يتزوج المرأة كيفما شاء أيا كانت، سواء كانت عمياء أو ذات برص أو ذات مرض، ما عليه أن يلزم، ما يلزمه شيء نحو تزوجه بها، وخاصة إذا أراد جبر خاطرها فهو يؤجر على ذلك. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من الصدقات من كان من آل البيت وإن كان فقيرا؟ وهل يجوز له يكفي السؤال الأول، جاوب عليه وجاوب على الثاني. قال بعض العلماء: آل البيت لا يجوز لهم الأخذ من الصدقة إذا كان متأكد أنه من آل البيت، وخاصة إذا كان غنيا أو يستطيع العفاف. أما إذا لم يستطع العفاف
ولم يعطى من بيت المال شيء فله أن يأخذ من الصدقات ليصون نفسه عن السؤال، فلا يخلو إن كان الفقير يستطيع أن يقوت نفسه بغير الصدقة فله ذلك، وإذا لم يستطع فلا يخلو إن كان يأخذ من الصدقات لكونه فقيرا وليس عنده دخل، فلعله معذور في هذه الحال لأنه لم يعطى من بيت المال ما يكفيه. ويقول: وهل يجوز له الأخذ من تمر الصدقة الذي يوزع في الحرم؟ أما ما وزع في الحرم فهو لإفطار الصائم، للمسلم أن يأخذ منه أيا كان من آل البيت أو من غيرهم، لأن هذا الطعام طعام صائم يصح لكل مسلم، فإذا أطعمت من هذا الطعام فعليك أن تأخذ ما تحتاج إليه منه. يقول السائل: رأينا في بعض بلاد المسلمين أن مساجد البلدة الواحدة يؤذنون في وقت أذان الصلاة ثم يقتسمون وقت الإقامة، فمنهم من يقيم الصلاة بعد الأذان بربع ساعة، وبعضهم بنصف ساعة، وبعضهم بساعة إلا ربعا، وبعضهم بساعة كاملة لأجل إدراك الناس للجماعة، فما حكم ذلك؟ هذا جائز بحمد الله، لأنه كلهم يصلون في الوقت، فإذا صلوا في الوقت فالصلاة صحيحة. لو صلى بعض الجماعة بعد الأذان بربع ساعة ثم جاء آخرون فصلوا جماعة بعد الصلاة بعد الأذان بنصف ساعة وهكذا، فلا بأس ما دامت صلاتهم في الوقت، أما خارج الوقت فلا يجوز، والصلاة غالبا ما تجاوز الوقت لأن وقت الفرائض وسع، وسع الله فيه على العباد فلم يجعله ضيقا. فمثلا صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كل هذا وقت للصلاة، فإذا طلعت الشمس خلص الوقت وانتهى. وصلاة الظهر من الزوال حتى يدخل وقت صلاة العصر، فإذا دخل وقت صلاة العصر وصلاة العصر من صلاة من بعد دخول وقتها حتى أذان المغرب وقت الضرورة، وقت الاختيار ما دام الوضع النهار بين والشمس بيضاء نقية. وقت اختيار وقت ضرورة، والمغرب من بعد أذان المغرب وغروب الشمس حتى يدخل وقت صلاة العشاء، كل هذا وقت لصلاة المغرب الحمد لله. وقت صلاة العشاء من دخول وقتها حتى ثلث الليل الأول أو حتى نصف الليل الأول وما بعده وقت ضرورة إلى الفجر، وهكذا فالأمر فيه سعة بحمد الله. يقول السائل: اعتمرت لنفسي ثم اعتمرت لأبي الكافر فهل يصح؟ اعتمرت لنفسي ثم اعتمرت لأبي العاجز فهل يصح؟ عاجز ولا الكافر؟ عاجز هذه مهمة. إذا كان الكافر فلا يصح أن تعتمر عنه، وإذا كان العاجز فلك ذلك. يقول السائل: شخص قتل شخصا خطأ، وبعد شهور قتل هذا الشخص في المعركة،
فهل يسقط عن القاتل الأول الصيام أم يلزم أهله الصيام عنه؟ الدية التي عليه للمقتول خطأ هذه واجبة عليه، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أو مات فتبقى في ذمته حتى يسدد عنه في حال الدنيا أو يلقى الله جل وعلا بها في الدار الآخرة، والله جل وعلا يتولاه، فله العفو عنه وله إلزامه وأخذ الثواب منه بقدر المظلمة التي ظلم فيها الرجل الأول. هذا وارج الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.